ومعنا هاتفيا السيد سعد الحديث المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. سيد سعد، نتحدث هنا حول موضوع محاولة الاستفتاء لاستقلال كردستان العراق. هنا محاولات لهذا الاستفتاء لاستقلاله من جهة الأكراد، هناك أيضا مظاهرات معارضة لهذا الاستقلال. كيف ترى الأمور، إلى أي مدى يمكن أن تصل لو أن هذا الاستفتاء الذي يعقد غدا في يوم 25 قد يؤدي إلى نتيجة أنه سوف يتم استقلال إقليم كردستان العراق؟ ترى ما هو الرد إذن من الحكومة العراقية في هذه الحالة؟ الاستفتاء بكل الأحوال لن يؤدي إلى انفصال الإقليم عن العراق. حقيقة الواقع الدستوري للعراق واضح، يتحدث عن سيادة وطنية على كامل التراب العراقي، صحيح، ويتحدث عن وحدة الأراضي العراقية، ويتحدث عن بنود دستورية يجب أن تحترم، وليس من بينها على الإطلاق أي منفذ للحديث عن انفصال أي جزء من أجزاء العراق، سواء كان ذلك الإقليم أو غيره. وحتى دعاة أو متبنوا فكرة الاستفتاء من السياسيين في الإقليم لم يتحدثوا عن انفصال سوف يحدث بعد الاستفتاء، لكن تحدثوا أن الاستفتاء خطوة في هذا الطريق. ونحن نقول أن الحكومة العراقية ملتزمة بالحفاظ على وحدة العراق وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، ونرفض الاستفتاء وكل ما يتبخر عنه، ونتائجه ليست ملزمة لنا ولا ترتب أي أثر قانوني على واقع العراق الدستوري والقانون. طب هنا كما تعلم دكتور سيد سعد، وأنت تتحدث عن الاستفتاء هذا أو الاستقلال، يعني هو خرق للدستور العراقي، ترى ماذا لو حدث يعني أنه تم الاستفتاء على هذا الاستقلال؟ كيف يمكن أن ترد الحكومة العراقية؟ هل سوف توافق على هذا الاستفتاء أم ماذا؟ لا، نحن قلنا منذ البداية أن هذا الاستفتاء بما أنه خطوة غير شرعية تفتقر لأي نطاق قانوني متنافية جملة وتفصيلة مع الدستور العراقي، فبالتالي هي خطوة غير قانونية لا ترتب أي أثر قانوني على العراق، ليست ملزمة لنا في الحكومة الاتحادية، لن تغير من واقع العراق الدستوري والقانوني بحدوده وسيادته وجغرافيته وأراضيه، المتعارف عليها بالمناسبة في القانون الدولي وفي الأعراف والمواثيق الدولية والواضحة والصريحة في الدستور العراقي. وسنلجأ لكل الطرق الدستورية والقانونية للدفاع عن وحدة البلاد وتأمين سلامة العراقيين وتوفير الأمن لهم من كل المكونات، صحيح، ومنهم الأخوة الأكراد والأطياف، والحفاظ على الاستقرار وضمان حالة التآخي والتعايش اللي بين العراقيين هو جزء أساسي من التزام الحكومة، وعدم القبول بأي حالة فرض أمر واقع من قبل الإقليم، وأيضا عدم القبول بأي تغيير إداري يجري على الواقع الإداري والقانوني المحدد في الدستور بخارطة العراق الإدارية. طب هل هناك، يعني أنت تعلم أن القوات العراقية نحن نعلم الآن تقوم بما يسمى ب الصفحة الثالثة يعني أو المرحلة الثالثة من عملية تحرير الحويجة، هل هناك علاقة فيما بين الاتجاه إلى تحرير الحويجة وهذا الاستفتاء؟ ولماذا أيضا لم تشارك قوات البشمرجة في تحرير الحويجة؟ هل لها علاقة بهذا الاستفتاء لأنه من الأكراد؟ أولا موضوع الخطط العسكرية وسير العمليات ليس مرتبطا بموضوع الاستفتاء أو مشكلة الاستفتاء. نحن في حكومة اتحادية أعلنا منذ الأيام الأولى تشكل حكومة التزامنا بتحرير كل الأراضي العراقية، وجرت عمليات تحرير تباعا، ووصلنا قبل فترة قصيرة عندما استكملنا تحرير نينوى بتحرير قضاء تلعفر، وصلنا إلى أنه تبقي قضاء الحويجة في محافظة كركوك ومناطق تغرب الأنبار، وبالفعل انطلقت عمليات متزامنة في هذا القاطع وذاك لتحرير ما تبقى جزء قليل متبقي من أراضي العراق، وهذا التزام لنا وهو أولوية بالمناسبة بالنسبة لنا في الحكومة الاتحادية، لا يمكن أن يشغلنا عنه أي ملف داخلي أو أي مشكلة أخرى في العراق، وبالتالي نحن ماضون بهذا الاتجاه. والقوات دور القوات العراقية يرسم من قيادة العمليات المشتركة بإشراف مباشر قبل قائد عام القوات المسلحة، والقوات الاتحادية هي التي تتولى عملية التحرير في غرب الأنبار وفي الحويجة ضمن مسؤوليات ومهام لكل تشكيل في تشكيلات القوات المسلحة في هذه العملية. طب هنا سيد سعد، يعني لماذا دائما يتشدق يعني الكردستانيون أو المطالبون باستقلال كردستان العراق يتشدقون بأنهم يريدون يعني منطقة أو دولة فيدرالية ديمقراطية مدنية؟ يعني الدستور العراقي ألم يتحدث حول هذه الموضوعات وأنه أعطاهم المدنية والديمقراطية والفيدرالية؟ الدستور العراقي لم يسمي العراق دولة دينية على الإطلاق. العراق بلد اتحادي جمهوري برلماني ديمقراطي تعددي ذو سيادة وطنية كاملة، والدستور كافل لوحدة العراق، وبالتالي الحقوق العامة المثبتة في مبادئ
وأحكام الدستور، والحريات العامة هي حريات من الطراز المدني. صحيح. أي بعد ديني في هذا الدستور، والعمل يجري هناك أحزاب ليبرالية وأحزاب مدنية وأحزاب دينية وأحزاب قومية وأحزاب يسارية تعمل في الأراق، وهذا تنافس طبيعي في المعترك السياسي في الحياة السياسية. وبالتالي حقيقة يعني لا يوجد أي يعني سبب للادعاء أن العراق لا يطبق أحكام الدولة المدنية على الإطلاق، والأكراد والأخوة الأكراد كانوا شركاء في العملية السياسية منذ 2003 وحتى اليوم، وما تحقق لهم في العراق خلال الفترة القصيرة لم يتحقق لهم في أي زمان أو مكان آخر من مكتسبات وحقوق حصلوا عليها. ولكن بكل أسف يعني يبدو أن هنالك توجهات أخرى للانفصال عن العراق بذريعة أن هناك مشاكل مع الحكومة الاتحادية، وهذه المشاكل قابلة للحل إذا سلمنا جدلا بصحة هذا الادعاء. دعونا نتحاور بدلا أن تذهبون إلى خطوة أحادية مرفوضة جملة تفصيلة من العراق ومن المجتمع الدولي. يعني هذا سير في طريق مسدود لن يفضي إلى شيء، وهو مجازفة بما تحقق من قوى الأكراد السبقية. صحيح. طب هنا سيدي، يعني عندما تحدث على السفارة الأمريكية في العراق أصدرت تحذيرات لرعاياها من اضطرابات محتملة طبعا نتيجة لما يمكن أن يحدث بعد هذا الاستفتاء، هنا في نفس الوقت أيضا في نيويورك على هامش الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 72 وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري قال أن استفتاء الكردستان هو خرق للدستور العراقي. كيف إذا ترى هنا رد فعل الدول المختلفة وخاصة الأمم المتحدة لو أنكم تحدثتم حول هذا الموضوع؟ نحن موقفنا بهذا الصدد يعني ليس يعني رابطا، نقول انه اجراء الاستفتاء لن يغير من واقع العراق القانوني. يعني نعم قد يخلق حاله من التوتر او الاحتقان في المناطق المختلطه، هنالك تعدد اثني في هذه المناطق المجاوره لاقليم كردستان او الموجوده في داخل الاقليم، وقد يخلق حاله من الاحتقان او التشنج، قد تحدث حاله صدام او حوادث معينه نسعى لتطبيقها، ونؤكد ان القوات العراقيه مستعدة لعدم السماح بأي تجاوز على أي مكون أو أي مواطن عراقي، وعدم السماح باللجوء إلى الفرق، وعدم السماح بتغيير الواقع الإداري للعراق بأي حال من الأحوال. وسوف تفرض القانون في حال حدوثه، وهناك مخاوف من حدوث هكذا أمر، لكننا يعني نسعى جاهدين إلى تطويق الأزمة وعدم السماح باتساعها، وعدم السماح بالوصول إلى حالة من الصدام في هذه المناطق، وهنالك يعني دور للقوات المسلحة في حال حدث هكذا أمر فرض القانون والحفاظ على سلامات كل العراقيين وضمان السلم والتآخي بين الطيف الاجتماعي المتنوع في هذه المناطق. يعني هنا نقطة مهمة أو سؤال مهم أطرحه عليك يا سيد سعد، وهو أنه يعني لو تم هذا الاستفتاء واستقل إقليم كردستان العراق، هناك تخوفات من مراقبين أن يؤدي ذلك إلى استقلال أقاليم أخرى أيضا، مما يؤدي إلى تجزئة وحدة العراق وتجزئته إلى دويلات، فكيف ترى هذه الخطورة؟ أنت تتحدث كأنه يعني الاستفتاء سيعني انفصال الإقليم. هذا الأمر لن يحدث إطلاقا. العراق متمسك بوحدة أراضيه وبسيادته الوطنية على كامل ترابه. الحكومة العراقية ملتزمة بهذا الأمر، وهو إلزام دستوري ووطني لا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون فيه، لا يمكن السماح بإقرار واقع غير دستوري في العراق والسماح بانفصال أي جزء منه. هذا أمر غير قابل للنقاش أو الحوار أو التفاوض، هذا خط أحمر مرفوض لنا جملة وتفصيلة. والحكومة اليوم لديها تفويض من السلطة التشريعية العليا في البلد التي خولت رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لحماية وحدة العراق واحترام سيادته وعدم السماح بأي تغيير في واقعه القانوني والدستوري. وكذلك لدينا قرار صادر من السلطة القضائية العليا ألا وهي المحكمة الاتحادية التي أبطلت إجراءات الاستفتاء وعدته أمرا غير قانوني وغير ملزم. وبالتالي حقيقة يعني ولدينا أيضا إرادة دولية وإقليمية داعمة للموقف الذي تبنته الحكومة الاتحادية، وهذا مؤشر على صواب وصحة موقف الحكومة الاتحادية. لولا أن هذا الموقف دستوري وسليم وقانوني وصحيح لما تبنته كل القوى الإقليمية، الدول المهمة في المنطقة، مصر، السعودية، إيران، تركيا، الإمارات، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، الأمين العام للأمم المتحدة، وأخيرا توج ببيان صدر بالإجماع عن مجلس الأمن. هذا مؤشر على أن الموقف العراقي الحكومة الاتحادية موقف سليم وقانوني ودستوري، وهو الموقف صائب. صحيح. ولو لم يكن هكذا لما تم دعمه بهذه الطريقة المنقطعة النظير. وهذا الحقيقة مؤشر على أن الحكومة ستمضي باتجاه الحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بأي خطوة للإضرار بمصالح العراق العليا.
سيدي، هنا هناك من يتحدث على الأنباء التي من داخل كردستان العراق تقول أن هناك قوة أو تكتلات أو ثمة أحزاب معينة معارضة لهذا الاستقلال أو لهذا الاستفتاء، يعني بمعنى أنه ليس كل من يتواجد في الإقليم يعني موافقون على هذا الاستفتاء، فكيف يمكن استغلال هذه النقطة؟ يعني من المعروف أن هناك قوة سياسية كحركة التغيير والجماعة الإسلامية أعلنت مواقف صريحة أنها ترى ضرورة إجراء تأجيل الاستفتاء واللجوء إلى الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة مع الإقليم، وهذا ما حقيقة ما دعونا له. ويعني هنالك صوت من الحكمة في الإقليم لدى بعض السياسيين، بعض القوى السياسية في الإقليم ينظر بعين الاعتبار وبمسؤولية إلى مستقبل العراق عموما ومستقبل الإقليم باعتباره جزءا من العراق، وأيضا إلى مستقبل حالة التآخي والسلم المجتمعي من المنطقة المجتمعية، حريصون على ما تحقق الأسراد وحريصون على ضمان حالة السلم والوئام بين المكونات المجتمعية، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال بالنسبة لبقية السياسيين. لكن بكل أساس يبدو أن بعض السياسيين في الإقليم متبني الدعوة مصرين على المضي بهذا الاتجاه، وهو حقيقة طريق مسدود واضح بشكل قاطع ونهائي أن لا منفذ من السير في هذا الطريق، سوف يصطدمون بنتيجة بواقع إقليمي وعراقي ودولي رافض لأي خطوة متركبة أو متمخضة عن الاستفتاء. وحقيقة أمر مؤسف، لا نستطيع أن نقول إلا أنه أمر مؤسف ويفتقد إلى حس المسؤولية تجاه مستقبل العراق وتجاه سلم وأمن العراقيين المواطنين العراقيين. إذن دعني أشكرك، يا سيدي الأستاذ سعد الحديث المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، كنت معي هاتفيا، أشكرك شكرا جزيلا.